ظهور النجمة العالمية كاتي بيري بالمايوه البنفسجي في آخر شهور الحمل تعرف على سعره الذي تهافت عليه الجميع. وظهورها بهذا الشكل يجعل الكثيرين يتوقعون أن النجمة الشهيرة غير قادرة على ممارسة هوايتها المفضلة. فاجأت النجمة العالمية كاتي بيري العالم بعد ظهورها وهي تمارس رياضتها المفضلة وهي السباحة، حيث ظهرت بيري على إحدى الشواطئ وهي تستمتع بوقتها في ملبو. وكانت مرتدية مايو بإحدى درجات اللون البنفسجي وهو ما أظهر آثار الحمل بوضوح. وقد حمل مايو كاتي بيري الذي تميز بتصميمه المميز بتوقيع دار أزياء فريس بينما وصل سعره إلى 370 جنيه استرليني. يذكر ان كاتي بيري البالغة من العمر 35 عاما طرحت مؤخرا اغنية سمايل وهي واحدة من اغنيات البومها الجديد والذي من المقرر ان تقوم بطرحه في 14 اغسطس المقبل وسط ترقب عدد كبير من محبي وعشاق الموسيقى من مختلف الاعمار. ظهرت نجمة البوب العالمية كاتي على شاطئ البحر في مدينة ملبو والتي يبدو واضحا انها على بعد اسابيع فقط لولادة طفلها الاول. وكان ذلك برفقة خطيبها والد الطفل. نشرت جريدة الديلي ميل صورا للنجمة كاتي بيري بأثناء تجولها بملابس السباحة على شاطئ البحر بينما كان خطيبها يمارس رياضة التزلج على الماء. وكانت النجمة العالمية قد أعلنت عن حملها الأول في مارس الماضي وذلك بنشر مقطع فيديو يظهر بطنها وذلك أيضا بعد ارتباطها بخطيبها الممثل أورلاند بلوم بعد علاقة عاطفية منذ عام 2016. ثم احتفل بخطوبتهما في عيد الحب العام الماضي وسبق لبيري أن أوضحت سبب تأخر زواجها من بلوم وهو الخوف من ثقل الالتزام والمسؤوليات مع صعوبة الحياة الزوجية. الثنائي قد قرر تبادل عقود الزواج في شهر أبريل المقبل إلا أنه لم يتم تحديد موعد ومكان الحفل بشكل دقيق حتى الآن. النجمة العالمية أعلنت عن ولادتها لطفلها الأول وأوضحت أن لحظات الولادة ستكون ساحرة خاصة عندما تحضر ملاك جديد على كوكب الأرض.